النداءات اللي راهي حاضره معنا اليوم. النداء الاول هو يعني نداء معاد نظرا للحاله الصحيه والحرجه تاع البنت امال اللي عندها 27 سنه. امال لها اذا تذكروا معايا كان مر نداء تاع قبل يعني 15 يوم مش اسبوع فارق لكن اللي قبله لحاجه بس يعني جهاز التنفس محمول باش تمشي لفرنسا ودير العمليه الجراحيه. يعني تذكروا انه تكاليف العمليه الجراحيه لزرع يعني كلها تم التكافل بها في الخارج مع المحسنين ومع اهل امال والاقرباء تاعها. لكن الاشكال عند امال انها يعني لازم تقتني جهاز التنفس محمول باش تقدر تروح به ودير العمليه الجراحيه. جهاز التنفس للمبلغ نتاعو 67 مليون سنتيم. امال يعني راهي تعاني وراهي تصارع غير باش يعني توقف على رجليها. امال يعني راهي خايفه بزاف حقيقه ورانية عاد تصدي كي تصدي تنجي ديري تعزيمه ومن بعد فيها كل كما نقولوا فاعلين. غادي نحكمو 100 غرام تاع النخاع التور اللي موجود في العظم. مشي عند مشي تخوي داك العظم ديري كمية تاع 100 غرام ديري معاه اون كويار حتى دو كويار تاع الزيت تاع الخروه. زيدي ديري 10 قطرات تاع ليكستري تاع لافونت. ليكستري تاع لافونت نلقاوه عند العطارة ولا عند الحوانيت اللي يبيعو كوزميتيك. سينو ما بقيتيش ليكستري تاع لافونت ديري 20 قطرة تاع مستخلص تاع زيت لافونت تاع زيت الخزانة. عندنا إما ليكستري تاع لافونت ولا زيت الخزانة ولا زيت تاع لافونت. إذا كان عندنا ليكستري ديرو 10 قطرات كان عندنا زيت ديرو 20 قطرة. في هاد المكونات كامل ديرو شوية تاع ملح طيبوه على نار هادية بعد نطفو عليه نديرو فيه قابسة تاع سلاج ونبللو ونخلو 10 مينوت ونبرس با لي 2 مينوت بعد نطفو الكاس تاعنا ونخلو دوكا تروح من تاديرك تخرج في المطار ومنا لازون جمع على كاين اللي يقول لك بلي زعما كاينو ريبلايس ولا يقول لك بلي نعرفو علاش تقول لنا ودار شكون اللي ما يعرفهمش. شكون كاين الناس اللي ما يعرفوش راهم يتفرجوا هاد لي فيديو. ايوا سما
كي نوري نوري لي ما يعرفش. شوف الشوبوا سيلة. ليش تيلي باش تواك ما خرجوش؟ غسل شعرك. ومن بعد بيني قرب بلاصة من تانية تعرف ذات. حاول لي مش من أول مشتي. ويش تولي في موسم تاع الصيف بإذن الله. أيها باي.